الموضوع تاعنا اليوم هو الطاقة الجنسية والعادة السرية، واللي راهم حاسين باستفزاز منا كالميفو، شوفوا الفيديو حتى الاخر ابخي حكموا. شوفوا، الطاقة الجنسية هي كما كل الطاقات، طاقة ما تجيش من العدم، يسمى ما تجيش من والو وما تفناش ما تخلاش، هي تشكل تغير تقعد تشكل وتغير وراهي الدور الدور. كالجنس بصفة عامة في مجتمعاتنا دايرينو في منطقة العار، يسمى ولد صغير كيزيد يقول لهم، يبدا يسقسي دي كيستيون هكايا، يقولوا له عيب، يقولوا تاع الكبار هاد الحاجة، كي يكبر تاني ما يعرفش. دونك المعلومات قال لي حيجيبهم هذا الطفل الصغير ملي يكبر وكلش، حيجيبهم من الانترنت، حيجيبهم من الفيلمات، يسمى من افكار عباد تانيين، من الاباحية اللي هي اصلا ماشي جنس حقيقي، اللي هي افكار اباحية ماشي جنس، لانه الجنس طاق مراهق تولي عنده فكره هنا تاع بليك الجنس، دونك تولي عنده تتغذى طاقته الجنسيه وتكبر تكبر 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 تكبر. واش يصرى هنايا مع الناس كامل يسمى اون جينيرال؟ سوا يكبتوها كما قلنا اللي يحطوها في منطقه العار ويبانوا قدام الناس بليك ما يحسوش ميبا بهذه الرغبه الجنسيه، باسكو دايرينها بليك حاجه لازم ما تكونش. ايماجينو ورا مع راجلها تقدر دير روحها نورمال ما عندهاش رغبه. ولا كاين الناس اللي الطاقة الجنسية هي اللي تولي تتحكم فيهم، يولي أي مؤثر خارجي يخليه كالعبد له، يولي عبد هذا الطاقة، ماشي هو يتحكم فيها. يلا عادة سرية، يلا يلا إدمان الإباحية، يلا يلا هاد البنادم الفلاني راهو يدير لي تأثير خارجي نروح موراه. نو، هنايا يسمى انت ما راكش متمكن من نفسك. دوكا نهضروا على العادة السرية، هي ملاطفة الإنسان لنفسه. يعني هذه وشنو فايدتها وعلاش الناس يقولوا ديروها؟ باسكو اول مره ديرها تحس عقلك يفرز الدوبامين، يفرز كميه صغيره من الدوبامين وهو اللي هو هرمون السعاده، تحس الفرحه. هذا ثاني يفرزوا الكور تاعك كي تاكل ماكله بنينه، يفرزوا في لادغوغ، يفرزوا في التعلق، يفرزوا يسمى في بزاف هكا، هو هرمون السعاده. كو شايفين دونك انت كي تمارس العاده السريه ولا تمارس الجنس اون جينيرال راك تفرز الكور تاعك يفرز كميه صغيره من الدوبامين، انت تحلالك تروح تعاودو لا دوزيام فوا الكور تاعك يعاود يفرز ديك الكميه الصغيره، لا تروازيام فوا يفرز الكميه الصغيره،